الفنان آسر ياسين تم ترشيحه لمسلسل جديد بعنوان البلطجي، وهو من تأليف وإخراج هشام أنور عكاشة، وتدور فكرته حول البلطجية الذين انتشروا أثناء ثورة يناير وما زلنا نعاني منهم حتى الآن. آسر سبق له العمل في التلفزيون من خلال مسلسلي قلب حبيبة مع سهير البابلي والجماعة مع إياد نصار ويسرى اللوزي. انت بتشتغل ايه؟ صيد 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 يا راجل، كل ده عشان تقول صياد؟ ده بيتك؟ بس ده مش بيت صياد. انا اتخرجت من كلية الطب، اما الدكاترة زمايلي فانا كنت مسختهم. انت بتخاف مني؟ في الاول بس لما عرفتك عرفتنا طيب. يعني احنا اصحاب وعيش وملح صح؟ وانا لو عملت العمليه انسى كل حاجه. قابيل هيعمل عمليه باذن الله. انا قلت له احكي لي كل حاجه حصلت لك من يوم امك زلطتك وانا بحكيها لك. لو ما عملتش العمليه هتموت يا قابيل.